مشاهدينا أهلا بكم إلى حلقة خاصة من برنامج المدار، والتي خصصناها حول إقامة معرض الشرق الأوسط للسياحة في أربيل والذي أقيم يوم الأحد. وكانت هذه الحلقة خاصة بسبب تزامنها مع أعياد نوروز. أكد رئيس حكومة أقليم كردستان نيجيرفان بارزاني خلال افتتاح المعرض: ندعو الأجهزة الأمنية وكافة المؤسسات المعنية في أقليم كردستان إلى التعاون معهم إلى أبعد الحدود، مضيفا: يجب أن تنعكس ثقافة التعايش والتسامح والمسالمة لشعب كردستان على جميع تصرفات وتعاملات العاملين والضباط والإداريين في الطرق والمنافذ الحدودية والمطارات، ليشعر القادم إلى كردستان بالأمان وبأنه في دياره ووطنه. تفاصيل أكثر نتابع في تقرير ضياء الحمداني. معرض الشرق الأوسط للسياحة بدأ فعالياته على أرض المعارض الدولية في أربيل بحضور رئيس حكومة إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني وعدد من المسؤولين في حكومتي أربيل وبغداد، وبمشاركة العشرات من الشركات المحلية والأجنبية. في الوقت الذي نستقبل فيه عيد نوروز، فإن الآلاف من الأخوات والأخوة العراقيين يأتون إلى الأقليم من كل بقاع العراق، وآلاف يأتون من دول الجوار لزيارة أقليم كردستان ومرافقها السياحية. لذا أدعو كافة الجهات الأمنية والمؤسسات المعنية في الأقليم بأن تظهر أعلى مستويات التعاون في استقبال السياح من الحدود والمطارات واستقبالهم بوجوه باسمة وتصرفات ملؤها السرور، والتعامل بكردستانيتنا المعروفة بالحفاوة والترحيب بجميع ضيوف الأقليم. من هنا أطالب الجميع بإظهار التعايش السلمي بين مكونات وأطياف أقليم كردستان بأسمى صورة، وأدعو جميع مراتب وضباط القوى الأمنية وموظفي المطارات والمرافق السياحية وحرس الحدود بإشعار كل زوار الأقليم بحجم الأمن والأمان الذي يسوده، وأن هذا الزائر هو في بلده وفي داره. إن حكومة الأقليم تقدم كافة التسهيلات وأعلى درجات التعاون لتعبيد الطريق أمام المستثمرين للقدوم إلى الأقليم برؤوس أموال كبيرة تساهم في تطوير قطاع السياحة، حيث أن تطوير هذا القطاع الحيوي هو من أهم الأولويات المستقبلية لحكومة أقليم كردستان. معرض مميز ويعني رائد، والسياحة في إقليم كردستان هي سياحة واعدة ومميزة وتتطور. أصبحت السياحة هي المصدر الثاني للدخل في الإقليم وفي العراق. نحن داعمين للإقليم، داعمين في مجال السياحة وفي مجال الآثار. وجود اليوم هو لتعزيز الثقة وتعزيز الشراكة بين المركز وبين الإقليم، منفتحين تماما على الإقليم في مجال الثقافة، ونؤمن أن الثقافة والسياحة هي جسور محبة ورزل سلام بين الشعوب، خصوصا احنا منطقتنا شهدت العديد من النزاعات ومن الحروب. ليس لنا إلا الحوار وليس لنا إلا التعايش، والثقافة والسياحة هما الجسران اللذان ممكن أن يربطا بين الشعوب. المعرض، وهو الثاني الذي تشهده أربيل بعد دورته الأولى التي عقدت في العام 2017، يعد فرصة لتعريف الشركات بالبيئة السياحية التي يمتلكها إقليم كردستان. فتح المعارض أو إقامة المؤتمرات أكيد له أهمية خاصة بالنسبة للقطاع السياحي، مثل ما تشوفون اليوم تواجد الشركات الخاصة بالطيران والتواجد وشركات القطاع السياحي تواجدهم هنا، هذا التعارف راح يزيد من دعم السياحة ويزيد من مشاريع السياحية أكيد، والانتعاش قطاع السياحي في إقليم كردستان. مؤسسات سياحية من دول عديدة تسعى عبر تواجدها في أربيل إلى الفوز بشركاء جدد وتعزيز علاقاتها وزيادة فرصها الاستثمارية في الإقليم. بالتأكيد أنه هي صناعة المعارض من أهم الصناعات التي تعتبر في أي دولة موجودة، لأنه هذا اللي هي التسويق الحقيقي للبلد. واليوم العراق وبالذات الإقليم يحتاج أن يكون عنده هوية معينة يتعرف بها على باقي دول العالم، ومن أهم هذه الهويات هي الهوية السياحية. صناعة المعارض حقيقة خلال الأربع خمس سنوات الماضية تطورت، واليوم نشهد هذا المعرض الجميل الراقي الحقيقة اللي استقطب أكثر من مئات الشركات.
250 شركة من 20 بلدا تواجدت في النسخة الثانية من المعرض، وهو الأكبر من نوعه في العراق. يسعى منظموه إلى تطوير القطاع السياحي في إقليم كردستان. ضياء الحمداني، زاغروس تي في، أربيل. مشاهدينا أهلا بكم من جديد، ونفتح موضوعنا الذي خصصناه لهذه الحلقة من برنامج المدار حول إقامة معرض الشرق الأوسط للسياحة في أربيل، وهذه الحلقة خاصة كما ذكرنا بسبب تزامنها مع أعياد نوروز. ونستضيف في استوديو المدار ضيفنا السيد مولوي جبار، رئيس الهيئة العامة لسياحة أقليم كردستان. بداية سيد جبار، أهلا ومرحبا بك. يعني لو نبدأ من المعرض، ولماذا اختيرت أربيل مكانا لإقامة هذا المعرض الدولي الشرق الأوسط للسياحة؟ هو هذا العمل للمعرض حقيقة جزء من الخطة الموضوعة من قبل هيئة السياحة في الأقليم من أجل دعم التسويق السياحي. طبعا بموجب الخطة الاستراتيجية للسياحة في الأقليم، أنه أحد محاورها هو عملية التسويق السياحي، وجزء من عملية التسويق هو إقامة المعارض والاشتراك في المعارض. يعني الثين إقامة المعارض مفيد جدا لبيع المنتوج السياحي في الأقليم، وفتح آفاق العلاقات ما بين الشركات السياحية في الأقليم وغيره في وسط وجنوب العراق ودول الجوار وغيره من دول العالم. أكيد أربيل هو كعاصمة، هي عاصمة أقليم كردستان، واختيرت في سنة 2014 كعاصمة السياحة للدول العربية، فأكيد لها دور مميز في الجانب السياحي، وتمتلك من مقومات السياحة في أربيل خصوصا وأقليم كردستان عموما، ما يجعله حقيقة يعني موقع سياحي مميز. وإن شاء الله إحنا نحاول يعني نتقدم في هذا الاتجاه خطوة خطوة، أكيد بعد ما يعني انتعش الوضع الاقتصادي، يعني قريب، يعني مثل ما نقول زال ما كان يؤثر على تطور الوضع في أقليم كردستان، وصارت يعني الأمن وأمان أيضا والوضع السياسي في العراق عموما، فأثر تأثير كبير إن شاء الله على مستقبل السياحة. هذا المعرض أعتقد أنه هو الثاني السنوي، هل سيكون هناك أيضا معارض أخرى في السنوات المقبلة بشكل دوري؟ لا، هو هذا المعرض احنا نريد نخليه يعني معرض سنوي، لان المعرض لازم يكون سنويا وبنفس التوقيت. نعم، لان المشاركه بالمعارض لازم يكون بتوقيت معين، وكل دول وكل الشركات تعرف بانه في هذا التوقيت اكو معرض ميتكس في اربيل. على مد المشاركه تكون اكبر، لان هناك عديد من المعارض في دول العالم، فالمشاركه في هذا المعرض يحتاج الى تثبيت الموعد والتكرار والاستمرارية في يعني عملها. هل تم تثبيت الموعد هذا الموعد؟ طبعا احنا اختارينا الموعد حقيقة هو ينتهي في 20/3 هو ليلة عيد نوروز. نعم، كان هدفنا انه المشاركين انه يشوفون يعني يتعرفون على الفلكلور الكردي وكيف نحن نحتفل بنوروز، لان احنا كهيئة السياحة لدينا خطة طموحة بجعل اقليم كردستان العراق المركز الدولي العالمي لفعاليات نوروز. يعني كيف يعني هذه الخطة، هل باشرتم بتطبيقها؟ هذه الخطة استراتيجية لمدة 5 سنوات، كان موضوعها في سنة 2013، حاولنا البدء بها في سنة 2014، لكن تعرفون الوضع وهذا ما كان يسمح أنه نبدأ بهذا الخطة. إحنا في هذا السنة قررنا أنه ننفذ هذا الخطة، أنه نبدأ أولا كمعرض سياحي ينتهي في 20، وكل الشركات تعرف بأنه في هذا في الأقليم ينجز ويعمل على فعاليات سياحية وكذا، يعني مهرجانات موجودة وكثير من الفعاليات الأخرى موجودة، والأرضية مناسبة لعمل هذه المهرجانات في الأقليم، لأن أصلا هم الناس في الأقليم يحتفلون، يعني كل بيت في الأقليم يحتفل بنوروز كلهم. يعني أكيد ثقافة في موجودة عند الأكراد وكثير من الناس اللي قريبين من عندنا، عندهم هذا الثقافة إنه في يوم نوروز يحتفلون، وخاصة إحنا في أقليم كردستان العراق كل العوائل
يعني فحاولنا انه نستفيد من هذا الميزه الموجوده في الاقليم بحيث نجعل وننظم هذه الفعاليات ونديرها ونخطط لها بطريقه افضل ونسوق هذه الفعاليات لدول العالم بحيث نجعل من اقليم كردستان المركز الاهم لعمل فعاليات نوروز في سنوات المقبله. نعم. بدينا باشرنا من ناحية التثقيفية أولا، يعني أنا طرحت هذا الموضوع إنه لأن أنا هو هذا عملي كاستراتيجية إنه نعلن عن هذا الموضوع ونجمع الآراء حول تنفيذه، لأن أنت تدري إحنا نحتاج إلى دعم من كل القطاعات. هذا عمل لا يخص السياحة فقط، يخص العراق عموما، يخص أقليم كردستان خصوصا، ويحتاج إلى دعم كافة المؤسسات الحكومية وكذلك الناس البسطاء أيضا لازم يدعمون هذا العمل. أعتقد أنه البيئة موالمة لعمل هذا الاتجاه. نحن وضعنا في خططنا أنه نستقبل بعد 5 سنوات 1.5 مليون سائح في أيام عيد نوروز في أقليم كردستان. هذا هدفنا تصل إلى هذا العدد. طبعا نحتاج إلى بنية تحتية قوية ومراكز إيواء جيدة من الفنادق والمطاعم وكذا كذا. يعني نعمل حاليا على توفير هذه. برأيك يعني أقليم كردستان بشكل عام وأربيل، يعني هل هي فعلا مؤهلة لأن تصبح أو تصل إلى هذا المستوى الذي ذكرته الآن؟ أكيد يحتاج إلى عمل، نحتاج إلى طرق موجودة حاليا. الطرق الحمد لله ما أقول يعني كنسبة معينة جيدة، لكن بدأت الحكومة تعمل على تنفيذ ما تبقى من الطرق الرئيسية، بحيث والأنفاق اللي قيد التنفيذ، يعني لو انتهى هذه الأنفاق الموجودة على طريق من أربيل إلى حاج عمران، يمكن اللي يروح هسه مثلا 1.5 ساعة يوصل من أربيل إلى بيخال، ممكن في ذاك الوقت يوصل بأقل من 45 دقيقة، في حدود 45 دقيقة يوصل إلى بيخال. هذا يعني عمل كبير حقيقة، اختصار الطرق وتنفيذ الأنفاق الموجودة، وإن شاء الله خلال فترة قريبة المقبلة راح يفتتح أول نفق ما بين أربيل ومصيف صلاح الدين ويا شقلاوة. أكيد شقلاوة راح يكون بعدها بعد فتح هذا النفق أقل من 1/2 ساعة، يعني في حدود 25 دقيقة، 20 إلى 25 دقيقة نوصل شقلاوة من أربيل. يعني يصير أفضل من الناحية العملية للسواح وصول إلى هذا المناطق. هذا البنية التحتية نحتاج في البنية التحتية السياحية أيضا، مثل ما ذكرت الفنادق إذن هل وضعتم أنتم يعني كهيئة العامة في السياحة وحكومة أقليم كردستان بالحسبان كل هذه الجهود والمقومات والتي ذكرتها أنهم كل التفاصيل؟ نحن نعمل على كل التفاصيل. أنا حكيت أنه بدينا بالثقافة أول مرة. يعني نحتاج إلى وعي وقبول وتعاون. يعني هذا أهم شيء في كل خطة. يعني أنت مثلا تشرح وأنا هسه دا أشرح لك على هذا الموضوع ومن خلالكم إلى المشاهدين الكرام، إنه إحنا عندنا هذا الخطة، نحتاج إلى دعم من كل الأطراف بحيث إحنا بعد 5 سنوات نوصل إلى استقبال 1.5 مليون سائح في أقليم كردستان. هذا رقم كبير جدا. نحتاج إلى عمل من أجهزة مختلفة، من البوليس ومن الصحة ومن غيري من كل الأطراف يعني الحكومية الأخرى. أكيد هذا يعني عمل يحتاج إلى جهد مشترك بالتأكيد. سيد يعني جبار، هل برأيك أنه ممكن أقليم كردستان يعني يوظف جهوده بحيث يجعل من قطاع السياحة بديلا عن النفط بما هو؟ يعني هل وضعت في الحسبان هذا الشيء؟ لا يوجد بديل للنفط، لا يوجد قطاع واحد ويكون بديل للنفط. كل القطاعات ممكن تكون بديل للنفط، يعني كمساهمة قطاع السياحة مثلا، قطاع الزراعي، قطاع الصناعي، كل القطاعات ممكن أن يكون يصل إلى مرحلة يعني أو كل القطاعات لازم تساهم إنه تكون بديل أو تكون داعم للاقتصاد. لأن حقيقة إحنا ما نقدر يعني مثلا خلال فترة قصيرة نقول يعني نهمل القطاع النفطي ونتوجه ونقول والله إحنا عن طريق السياحة، ولا احنا ممكن ان نشكل 15% من احنا هدفنا ان نشكل 15% من الجي دي بي، كل الناتج القومي.
أقليم كردستان. يعني إذا وصلنا إلى هذا النسبة أنا أعتقد إحنا يعني مثلا منجزين إنجاز عظيم جدا. أنا أعتبر 15%، لأن عادة في دول العالم هو ما بين يعني مساهمة القطاع السياحي في ناتج القومي ما يتجاوز، يعني يتجاوز في الأفرج هو 15 نسبة جيدة أعتقد. نعم، بماذا خرج المعرض؟ هل خرج باتفاقات مثلا بين هذه الشركات وحكومة أقليم كردستان من جهة، وبين الشركات الأجنبية والشركات المحلية الكردستانية والعراقية؟ صار هناك عقود حقيقة ما بين الشركات وما بين الفنادق والشركات، ما بين الشركات والشركات، وما بين شركات حقيقة تكنولوجيا، شركات المواقع الحجز الإلكتروني، وكذلك شركات التسويق. نعم. أنا يعني شفت في المعرض حقيقة شركات مهمة جدا للعمل السياحي، لا يحتاج فقط إلى شركة وفندق، يحتاج إلى تكاملية في كل الأطراف من التسويق في جوانبه المختلفة، وإلى التكنولوجيا، التكنولوجيا الحديثة في كيف إنه سائح يصل إلى هذا الموقع وإلى إربيل، إلى إقليم كردستان بعمل بسيط جدا، يعني ما يدوخ هو، يعني مثلا يحصل على المعلومات أو يحصل على سعر الفندق أو يوصل إلى موقع الفندق. فأكيد هذه الأعمال يحتاج إلى تكنولوجيا متقدمة ونحن نعمل عليه، وهذه الأمور متوفرة، ولكن تعرف التكنولوجيا في تقدم مستمر وسريع جدا، فنحتاج إلى عمل نواكب هذا التطور. نعم. وندخله مباشرة إلى القطاع السياحي بحيث نكون مع هذا الاتجاه، ويكون هذا التكنولوجيا خادمة لتطوير السياحة في الأقليم. نعم، يعني سيد جبار، أيضا أقليم كردستان يعني معروف ومشهور بتنوعه الثقافي والديني، أيضا هناك المسيحيين، هناك الإيزيديين، العرب والكرد. هذه الحالة إلى أي حد ممكن أن يعني حكومة أقليم كردستان تستغل هذه أو هذا التنوع؟ أيضا كما هو معروف أنه في العديد من الدول هناك سياحة دينية، هناك سياحة الأماكن المقدسة. أقليم كردستان أيضا هل فكرتم بهذه النقطة أيضا، سياحة دينية أو سياحة مثلا هناك في معبد لالش في شيخان مثلا؟ أكيد أنا تمام. احنا نوعنا في السياحة حقيقة. احنا قبلا كنا نعتمد على السياحة الطبيعية وأثناء الصيف فقط، حاليا السياحة الشتوية بدأت تزدهر عندنا. احنا خلال هذا السنة شهدنا قدوم اعداد كبيرة من السواح خلال فصل الشتاء. نعم. وعملنا مهرجانات ثلجية عديدة من اجل استقطاب السواح القادمين الى الاقليم. اكيد السياحة الدينية سياحة جدا مهمة، والوضع كان حقيقة في السابق ما كان يسمح انه نعمل على السياحة الدينية، ظروف خاصة احنا عندنا من ناحية الإخوان اليزيدين اللي يعيشون خارج العراق، هم متلهفين جدا لزيارة الأماكن الدينية المقدسة لديهم، وهناك مئات الآلاف منهم، مئات الآلاف. ونحن في السابق اتفقنا مع عديد من الشركات أنه تجذب هذه الأعداد أو من إلى أقليم كردستان، وإن شاء الله خلال فترة مقبلة نحاول ننجز هذا العمل. هذا من ناحية السياحة الدينية، لغيري من الطوائف الأخرى أيضا، يعني المسيحية. نعم. اللي أكيد موجودة مزارات دينية يعني قديمة جدا ومهمة في أقليم كردستان. هل من ضمن الخطة الاستراتيجية التي تحدثت عنها في بداية حديثنا أن حكومة أقليم كردستان ممكن أن تستغل هذه الأماكن أيضا تكون أكيد عنصر جذب للسياح أيضا أكيد، وحتى الأماكن أماكن الدينية المشكلة بها شنو؟ مشكلة ما يسمحون للدولة أنه ترمم حقيقة. أكو مشكلة في الأماكن الدينية، لازم يكون أكو موافقة متبادلة مع الطرف اللي يحب أنه إحنا نطور الموقع. كان سابقا أنا أتحدث، ولكن أعتقد حاليا هناك تجاوب. أكو مثلا كان نموذج منطقة لالش، معبد لالش. نعم. هناك تصميم كامل مصمم من المنطقة، حكومة أقليم كردستان صممت لهذا المنطقة تصميم رائع، وظروف اللي حدثت منعت أنه البدء بالمشروع، ونأمل إن شاء الله
في القريب العاجل أن نبدأ بهذه المشاريع. وليس السياحة الدينية فقط، السياحة العلاجية. الإقليم حاليا يعمل على السياحة العلاجية بقوة في فصل الشتاء خاصة، يعني هناك وفود كبيرة قادمة إلى الإقليم من أجل السياحة العلاجية. هناك مستشفيات تخصصية بمستويات عالية جدا قادرة على أنه تخدم السائح العلاجي، وكذلك لدينا مراكز للمياه يستعمل هذه المياه لأنواع متعددة من معالجات الجلدية وغيره. نعم. كان لدينا مشروع كبير في هذا الاتجاه وتوقف، وإن شاء الله نعمل على بناء وإعادة بنائه. نعم. سيد جبار، سؤال أخير أيضا، يعني طبيعة المجتمع الكردستاني أو شخصية الفرد الكردستاني أو الكردي إلى أي حد يعني يعتبر عامل مساعد أيضا لتقبل ثقافات أخرى أو شركات أو مستثمرين، شركات كبيرة، وجذب أيضا السياح بحيث عندما يأتي إلى أقليم كردستان يشعر بالأمان أو بترحاب من قبل ابن البلد؟ أكيد الشعب الكردي كمثل شعبنا في وسط وجنوب العراق نفس الشيء، ناس مضيافين يحبون الضيف، يقدرون، وأكيد هذه الحالة موجودة عند كل العراقيين، ما مقتصرة على منطقة بدون منطقة أخرى، كلها. نعم. يعني هذه حقيقة، مو إحنا نتحدثها وإنما كل العالم يتحدثون بها، والأمان الموجود بها والتعامل الإنساني والرائع الراقي، أكيد هذا محفز أساسي وكبير ودافع لوصول السواح بأعداد هائلة إلى الأقليم. وأيضا من هذا من مهامنا، مهام هيئة السياحة، إنه دائما توعي الناس على أهمية السياحة وتقبل السائح. أكيد في كل مجتمع بالعالم، أنا قبل سنة شفت مظاهرات في أحد المدن الأوروبية إنه ما تتقبل السواح، ما يريدون السواح بعد يجون. نعم. للمدينة. أنا يعني لازم هذا من عمل هيئة السياحة، كيف تثقف الناس، كيف تعمل على توعيتهم إنه السياحة جزء مهم من رافد اقتصادي مهم، وإنه الناس يستفيدون أيضا من وجود أيضا الثقافة تزداد. نعم. يعني الثقافة والتعاون. باختصار شديد يعني أنت أيضا أشرت من خلال كلامك في بداية حديثك، وأيضا كلمة رئيس حكومة أقليم كردستاني جيرفان بارزاني خلال افتتاحه لمعرض الشرق الأوسط، أكد أنه يجب أن نصل إلى مستوى عالي جدا أو مرتبة أولى من حيث مستوى الشرق الأوسط في السياح. باختصار يعني إلى أي حد أنتم متفائلون بهذا الخصوص أنه فعلا أقليم كردستان سيصل إلى هذا المستوى؟ نحن نخطو خطوات جادة وكبيرة إلى الأمام، لكن أنا ما أقول خطوات يعني وصلنا بدأنا، والخطوات يحتاج إلى عمل، لكن الخطوات صحيحة، المهم هي خطوات صحيحة وفي الاتجاه الصحيح، يعني لدينا رؤية واستراتيجية واضحة. هذا الاتجاه والمسار اللي حددناه مسار واضح ومخطط له. احتمال تأخرنا في 2014 و2015 و16 بسبب الظروف وكذا، لكن الخطوات ولو كانت يعني صغيرة كانت مهمة جدا، وأعتقد احنا سائرين في الاتجاه الصحيح، والسير في الاتجاه الصحيح نصل إلى ما نبتغيه، وإن شاء الله أنا متفائل ودائما كنت متفائل. أنا نعم. في أتعس الأحوال شهدنا في سنة 2015 انتكاسة السياحة، لكن أنا كنت متفائل جدا لأن نمتلك شيئا كبيرا ومخزون سياحي كبير ممكن أنه ننهض في أي لحظة. نتمنى لكم التوفيق وأن نرى أقليم كردستان فعلا يصل إلى هذه المرتبة التي ذكرتها. وأيضا رئيس حكومة أقليم كردستان، رئيس الهيئة العامة لسياحة أقليم كردستان مولوي جبار، شكرا جزيلا لانضمامك إلى استوديو مدار. شكرا جزيلا لكم. مشاهدينا ومستمرين وأيضا في نفس الموضوع، ولكن بعد هذا الفاصل. و
مشاهدينا أهلا بكم من جديد، وأيضا ما زلنا في الملف حول إقامة المعرض أو معرض الشرق الأوسط للسياحة في أربيل، وتحدثنا مع هيئة السياحة في أقليم كردستان، ولكن في الشق الثاني أيضا نتحدث حول الجوانب النقاط الأمنية في هذا الموضوع، ونستضيف في استوديو المدار أيضا العميد عبد القادر محمد مدير معاون شرطة أربيل. أهلا ومرحبا بك سيادة العميد. أهلا بكم. أهلا. يعني لو نتحدث عن الجوانب الأمنية، رئيس حكومة أقليم كردستاني جيرفان بارزاني أكد كثيرا خلال كلمته أو الافتتاحية في معرض الشرق الأوسط للسياحة أنه يجب على الزائر أو السائح الذي يزور مدن أقليم كردستان أن يشعر بأنه في أمان وأنه في داره. أنتم في أقليم كردستان حافظتم على تجربة فريدة بالحفاظ على الأمن والسلام بجميع الأجهزة الأمنية، سواء كانت العسائيش أو الأجهزة التابعة لوزارة الداخلية. كيف تستطيعون أن توفقوا بين التسهيلات، أيضا تقديم التسهيلات، وأيضا الالتزام بإجراءاتكم وتعليماتكم؟ وأهلا بكم مرة ثانية. أهلا بكم. نشكر لكم هذه الالتفات الكريمة من قبل تلفزيون زاغروز، وهذا الموضوع المثير للجدل الآن، وخصوصا نحن على أبواب عيد نوروز. بالتأكيد الموضوع الأمني وما تطرق إليه سيادة رئيس حكومة إقليم كردستان، إنه بدءا يعني أحب أن أتطرق إلى أن الوضع الأمني الذي يعيشه الأقليم وخاصة مدينة أربيل، أنا كمتحدث عن شرطة أربيل بالتأكيد أحب أن أطرق إلى ذلك. وتمثل وزارة الداخلية؟ نعم فيها. نعم نعم، لكنني معاون مدير نعم شرطة نعم أربيل. نعم بالتأكيد. أحب أن أقول لكم أي نشاط سياحي في أربيل يكون متكاملا مع الجانب الأمني، أي ما يوفره الجانب الأمني من أمن وأمان لمدينة أربيل يقوم على ذلك الأساس النشاط السياحي والنشاط والنشاطات الأخرى الذي نشهده يوميا في مدينة أربيل. الحكومة حكومة إقليم كردستان لم تقصر في هذه في الدعم هذا الجانب. نحن لا نتحدث عن تقصير الحكومة، ولكن يعني بالتأكيد لديكم في شرطة أربيل وأيضا في بقية الأجهزة التابعة لوزارة الداخلية قوانين وتعليمات للسياح أو الشركات السياحية التي تزور وتدخل مدن أقليم كردستان. السؤال هو يعني خاصة في أوقات المناسبات، ونحن يعني في أعياد نوروز مدن أقليم كردستان ستشهد أعداد كبيرة، كيف تستطيعون التوافق بين الالتزام بتعليماتكم الأمنية وقوانينكم وإجراءاتكم الإدارية، وبين تقديم التسهيلات أيضا للسائح أو الزائر إلى أقليم كردستان؟ جيد. التوجيه الذي لدينا الآن، ونحن كما ذكرنا على أبواب عيد نوروز، تقديم كافة التسهيلات الممكنة لاستقبال أكبر عدد ممكن من السياح من داخل العراق، أي من وسط وجنوب العراق أو من خارج إقليم كردستان وخارج العراق. للعلم لدينا سياح من خارج الإقليم بالآلاف. وسوف تشهدون ذلك في الأيام المقبلة، بدءا من غدا، وإن لم يكن من قبل يومين أو أكثر، أعداد هائلة من السياح يتوجهون إلى إقليم كردستان. نحن تزامنا مع هذه المناسبة وبالاشتراك مع الأجهزة الأمنية في مدينة أربيل، تم وضع خطة أمنية من قبل كافة الأجهزة الأمنية، من قبل الأسايش والمرور وكافة وبقية الأجهزة الأمنية، خطة أمنية محكمة كما شاهدناه سابقا في أعياد نوروز السابقة. هذه المرة أيضا نرى ذلك، وسوف إن شاء الله لم نقصر ولم ندخل جهدا في سبيل دعم النشاط السياحي ودعم نجاح احتفالية الناس بأعياد نوروز. نعم سيادة العميد، يعني لديكم أنتم كشرطة أربيل أو حتى كوزارة الداخلية تنسيق مع سواء هيئة السياحة في أقليم كردستان وبقية
المرافق أو الوفود السياحية الآتية من بقية المحافظات العراقية بخصوص الموافقات الأمنية وهذه الإجراءات؟ ذكرت لكم مسبقا بأن أي نشاط يتزامن مع تنسيق مع الأجهزة الأمنية وخصوصا الأسايش والشرطة. نحن بالتأكيد لدينا مع الشركات السياحية التي تزور وتقوم الشركات السياحية باستخدام السياح. الشركات السياحية يعني بقدر تعلق الأمر بالشرطة نعم لدينا تنسيق معهم، بقدر تعلق حركتهم حركة الشركات السياحية يتعلق حركاتهم مع مديرية الأسايش، وبقدر تعلق أمر بالشرطة من حيث التنظيم ومن حيث المشاكل التي تواجههم داخل أربيل ومن حيث توفير أي مساعدة لازمة. نحن لدينا تنسيق تام معهم. واضح لديكم أيضا تعليمات يعني خاصة بهذه المناسبات لعناصر الشرطة في سواء المعابر أو المنافذ الحدودية أو المطارات بكيفية التعامل مع الزائر أو السياح؟ أكيد التوجه الأساسي أنه دعم حركة السياحة، ومن هذا المنطلق نحن كشرطة أربيل دائما نكون في حالة تأهب قصوى لخدمة الزائرون الذين يأتون إلى مدينة أربيل أو أقليم كردستان. من حيث التعامل مع الزائر أو السائح هناك تعليمات محددة بكيفية التعامل معهم؟ التساهل مع السياح والزائرون الذين يأتون إلى أقليم كردستان، تقديم المساعدة الممكنة اللازمة إلى أقصى حد لهم، تسهيل حركتهم. للعلم في السنوات السابقة عندما شهدنا وجود أعداد كبيرة من السياح في مدينة أربيل، سيارات شرطة النجدة قامت بمساعدة الكثير منهم في التنقل داخل مدينة، يعني ليس من اختصاص الشرطة أن ينقل السياح، ولكن بناء على التوجيهات الموجهة إلينا قمنا بذلك. نعم، يعني هناك تعامل جميل مع من قبل عناصر الشرطة وأفراد وزارة الداخلية مع هؤلاء السياح في جميع المعابر والنقاط الحدودية أيضا. أكيد هذا الشيء ذكرناه، أنه توجيه مسبق من حكومة إقليم كردستان. نعم. ونحن كجهاز من أجهزة حكومة إقليم كردستان ننفذ ما يأتينا من تعليمات وأوامر صادرة إلينا. نعم، شعب كردستان أيضا أو الشعب الكردي أيضا معروف يعني بتسامحه وأيضا تعايشه مع الجميع. رئيس إقليم كردستان أيضا خلال نيشيرفان بارزاني خلال كلمته الافتتاحية في معرض الشرق الأوسط أشار بأنه دعا الأجهزة الأمنية بكافة صنوفها ووزارة الداخلية بإظهار أو عكس هذه الثقافة التسامح والتعايش. إلى أي حد أنتم يعني تحاولون إظهار هذه أو عكس هذه الثقافة من خلال أيضا المعابر والمطارات والمنافذ الحدودية؟ شعب كردستان شعب مضياف، هذا هو الواقع والمعروف عنا من قبل الشعوب المجاورة لنا ومن قبل الشعوب التي تتعامل معنا. وتوجيهات السيد رئيس حكومة إقليم كردستان تنفذ حرفيا هذه التوجيهات. نعم. ونحن كأجهزة أمنية خصوصا لدينا أوامر وضوابط عسكرية ننفذ ما يأتينا، بالإضافة إلى ما كوننا نحن من أفراد هذا الشعب كأفراد الشرطة، نحن مواطنون من إقليم كردستان ونمتاز بما يمتاز به الشعب الكردي من حسن الضيافة وحسن استقبال الضيوف وتقديم الخدمات الواجبة لهم، بالإضافة إلى ما يأتينا من أوامر وتعليمات. نعم. ننفذه حرفيا وقدر الإمكان أن نقوم بخدمتهم ومساعدتهم. نعم. سؤال أخير سيادة العميد، يعني أيضا فيما يخص التعامل أو تصرفات العاملين. نعم. في هذه الأماكن المطارات أو المنافذ الحدودية، في حال لو صادف مثلا تعامل أحد عناصر الشرطة بشكل سيء مثلا لنفترض، كيف ستتعاملون مع هذه المواقف، وكيف أيضا على السائح في حال تصادفه بهكذا حالة ماذا يفعل أيضا؟ لم نواجه مثل هذه الحالات، ولكن تعليماتنا واضحة إلى أفراد الشرطة والضباط وكافة مفارز الشرطة من شرطة النجدة وشرطة
الفعاليات المدنية المتواجدون وشرطة المراكز المتواجدون على أرض الواقع وفي الشوارع والأزقة أثناء أعياد نوروز وأثناء استقبالهم للسياح، إنهم يلتزمون بأقصى درجة ممكن من ضبط النفس وتقديم المساعدة وعدم مخالفة الأوامر الصادرة لهم، وأي من يخالف هذه الأوامر إنه يواجه الضبط العسكري، ومعروف قوانين وأنظمة الضبط العسكري حسب قانون عقوبات وخدمة قرى من الداخل. نعم، واضح جدا، وأتمنى لكم أيضا دوام التوفيق والنجاح. العميد عبد القادر محمد، معاون مدير عام شرطة أربيل، شكرا جزيلا أيضا لانضمامك لاستوديو المدار. مشاهدينا أيضا، والشكر موصول لكم أيضا لحسن متابعتكم، وكنا في حلقة خاصة حول معرض الشرق الأوسط للسياحة في أربيل وكيفية جذب السياح إلى أقليم كردستان أيضا، وكانت هذه الحلقة خاصة بسبب تزامنها مع أعياد نوروز، وكل نوروز والجميع بألف خير. شكرا لحسن متابعتكم، إلى اللقاء.